هاي اشكالها. هسه نجي على مواصفاتها كلش مهمة، هي اخر شيء من هذا فنكتب. لازم تعرفون انه دائما تكون adjacent to the abutment. وين تكون؟ بالدنجرس اريا. تمام؟ usually connect major connector to direct retainer. دائما يا نقطع الكلام. دائما من ضمن شغلها هي صح تربط الدنجر بيس. تمام؟ وفرت لك ميكانيزم روتيشن الدنجر. بس دائما يكون بصفها كلاسيك. ودائما تربط لك بروكسيمال بليت. يعني دائما تكون هي مانر كونكتر لعدة شغلات، مانر كونكتر للأكريليك، ومانر كونكتر للبروكسيمال بليت، ومانر كونكتر للريست، ومانر كونكتر للكلاسب. تمام؟ إذا هي مالتي مانر كونكتر، بذلك راح نهتم بيها وناخذ مواصفاتها واحدة واحدة. هاي أشكالها، شلون ما تسوي الشكل اللي أنت ببالك، المهم تسوي في الميكانيزم بحيث تثبت بيه الأكريليك. تمام؟ وطبعاً بالمناسبة راح نسوي بيها شغلات هسه راح نقول لكم عليها، حتى يدخل الأكريليك حتى جواها. يعني هاي لازم الدنشر بيز ريتينشن ميكانيزم، لازم الأكريليك يدخل جواها وفوقها. يعني مو تخليها مثل من جوا لا تتبطن. هسه راح نعطيك الوسائل اللي تخليها تتبطن. تعرفون شنو الوسائل اللي تخليها تتبطن؟ تذكرون الستوبر اللي انتم سويتوه بالكلاس؟ تمام؟ فأخلي فوقها أكريليك. May or may not terminated in occlusal rest. يعني هذا ممكن أنا أطلع من عندها rest وممكن ما أطلع من عندها rest. يعني احتمال أحتاج rest هنا على هذا السايد، أمدها بعد أكثر وأخلي rest هنا. rest المحاضرة الجاية إن شاء الله تستعجلون عليه. هو هاي قلتلكم الركزة اللي تخليها على السن حتى لا ينزل جوا. أوكي؟ حتى تعطي support. زين. فإذا انتهت rest تصير هي minor connector للريست. إذا ما انتهت بريست فهي أصلاً minor connector من قاعها. واحدة الفكرة؟ زين. هذه أشكال البروكسيمال بليت. مثلاً عندي هنا أسنان مفقودة، أخلي الشفتة مالتي هنا وأطلع عندنا الشفتة صفيحة عدلة تلزم لي الكلاس. هاي بروكسيمال بليت. بروكسيمال بليت minor connector. أوكي؟ عندك هاي نفس الشيء. هاي المنطقة هي بروكسيمال بليت مادر كونكتر، اللي ربطت لي هاي الشبكه بالكلاسب. والشبكه نفسها هي مادر كونكتر، ربطت لي بروكسيمال بليت بالميجر كونكتر اللي هو هذا. تمام؟ هنا هاي البروكسيمال بليت تشوفوها، هاي الشبكه اللي بعدين اخلي فوقها اكريليك وهذا الميجر كونكتر. فاذا هي صارت ماينر كونكتر ربطت بماينر كونكتر، وهذا الماينر كونكتر ربط بميجر كونكتر. وضحت الفكرة؟ أكو فد مواصفات معينة بيها هاي البروكسيمال بليت. إحنا مو قلنا هي عبارة عن بليت تطلع من الإدينشلس أريا وتصعد ويا السن. لازم شوية تدفعها لينجوالي. شفت لينجوالي. ليش؟ حتى ما تبين بوكالي. وبعدين إحنا قلنا هاي غطيها أكريليك. فإذا أنت تدفعها لينجوال شوية الأكريليك راح يصير فوقها ثخين وبالتالي ما تظهر من خلاله. بينما إذا أنت خليتها هنا بوكالي هنا لا راح تبين من خلال الأكريليك. هذا كله بعدين حيتغطى بأكريليك طلاب. أوكي؟ فأني وين أريد أخليها؟ أوكي هي بصف السن بالبروكسيمال أريا بس شوية أدفعها لينجوال ما تبينه على مود الأستيتيك. أوكي؟ زين. ليش؟ to enhance reciprocation and improve aesthetic. إذا دفعتها لينجوالي أكثر تعطيك reciprocation لمن؟ reciprocation للكلاس. بس راح نأخذ المبدأ مال reciprocation. أوكي؟ جار طلع لزمن الريست ولزمن الكلاس. تمام؟ نجي على هذا الميجر كونكتر. هنا مو كريست؟ قطع الكلام.
هذا الجزء اللي مثل الدرج صار ماينر كونكتر المن الهاي البروكسيمال بليت. البروكسيمال بليت صارت ماينر كونكتر للريست. يعني ممكن ماينر كونكتر يربط ماينر كونكتر بماينر كونكتر ميجر كونكتر. انت بطريقك وين ما تمشي المهم شكل الميجر كونكتر تحفظ تو اشكاله اي شيء بعده ماينر. وهكذا لحد ما توصل لابعد نقطه. وضحت الفكره؟ اذا ممكن يربط لك الدايركت ريتينر اللي هو الكلاس بات او الريست او الدينشر بيز للميجر كونكتر. وضحت الفكره؟ شنو المانر كونكترات اللي مطلوبه منك تدرسها وتعرف تفاصيلها حتى بعدين يجي الديزاين مالك كامل. اذا اي مشكله بواحد من المانر كونكترات انت ترجع للديزاين تقول له هذا خارج المواصفات. اوكي راح ندرس البروكسيمال مانر كونكتر. البروكسيمال مانر كونكتر تشوفون هذا السن مو اكو بصفه مثل الفليته. هذا يسموه بروكسيمال بليت او بروكسيمال مانر كونكتر. ايش تتوقعون بهذا الجزء من السن ايش اكو؟ اكو جايدنج بلين مو؟ هذا الشيء احنا حضرناه عندنا سوينا سطح مستوي. اذا البروكسيمال مانر كونكتر هو اني بارت اوف ار بي دي that contact with the proximal surface of abutment tooth. Abutment. هذا الجزء اللي مثل البليتة بالضبط البليتة صاعدة ويا السن سميناه proximal minor connector. هسه راح ناخذ مواصفاته بعدين. زين نجي على الامبريجر minor connector. تشوفون هذا المينر كونكتر اللي صعد يزن له ريست وطب الامبريجر هذا سميناه امبريجر minor connector. موقع هذا هم بيه مواصفات تمام. سيرفيس ماينر كونكتر اكو هذا الريست وين على البريمولر مو؟ لما يكون الريست على الكناين يكون على عرض الكناين فيصعد له ماينر كونكتر مسطح وعريض هذا سميناه سيرفيس ماينر كونكتر. ليه وين يمشي؟ يمشي على السيرفيس مال الكناين الامبريشر ماينر كونكتر. اكو عندنا عندي ريست ثاني من البريمولر صعد له المينر كونكتر طلع من الميجر وطب الامبريجر بين الكناين والبريمولر وصولا الى الريست فهذا صار اسمه امبريجر ماينر كونكتر. بينما السيرفيس ماينر كونكتر هو الماينر كونكتر اللي يلزم لك السنجل ريست يعني خاصه على الكناين والسنسايزر ماكو غير شيء. ليش؟ لان ده يمشي على السيرفيس ما ده يمشي بالامبريجر فصار اسمه سيرفيس ماينر كونكتر. اوكي الاخير هو الدينشر بيز ريتينشن ميكانيزم. مو عندنا بلاستيك راح نخلي ثاني اكريليك ونخلي عليه اسنان وهذا ميجر كونكتر وش ورانا؟ ورانا نخلي هنا اكريليك واسنان. فالميكانيزم الشبكه هاي الشكل اللي هو مثل الشبكه اللي يلزم الاكريليك سميناه دينشر بيز ريتينشن ميكانيزم ماينر كونكتر. حلو ليش يربط لي؟ يربط الاكريليك بالميجر كونكتر. نفس الاكريليك ده يربط الاسنان بالريتينشن ميكانيزم. اذا حتى الاكريليك هو هم ماينر كونكتر اللي حيتخلى بعدين فوقها. اوكي زين ثاني اشكالهن واسماهن حفظتوهن راح نجي نناقشهن واحد واحد واني شريد منك الكل ماينر كونكتر شنو المواصفات اللي بيه راح تجيك على شكل ام سي كيو. زين راح نجي على البروكسيمال ماينر كونكتر. البروكسيمال ماينر كونكتر هو يطلع من الشبكه هاي اللي تحمل الاكريليك ويصعد with the long axis of the tooth contacting a guiding plane. اذا هاي البليت المسطحه هذا بروكسيمال ماينر كونكتر. احنا المصطلح الماشي نسميه بروكسيمال بليت. كل دينشر اجى وقعد بصف ابتمنت لازم تطلع من من الشبكه هاي اللي تحمل الاكريليك فالصفيحه عدله نسميها بروكسيمال بليت. اوكي اذا هو ماينر كونكتر اوريجينيتنج فروم جريد وورك. الجريد وورك هي الشبكه هاي شوفتكم اياها اللي تحمل الاسنان. اوكي ان ادنشلس اريا برود كونتاكت وذ ذا جايدنج بلين لازم تكون عريضه. ليش؟ حتى كل ما توفر مساحه عرضيه كل ما تكون الكونتاكت ويا جايدنج بلين اكثر كل ما توفر لك بريسنج اكثر. وضحت الفكره؟ جمعت كده؟ نعم جمعت كده؟
ليش مسوين بلوك اوت؟ لا لا ليش مسوين بلوك اوت؟ لعديش راح نخلي هنا اكريليك تمام؟ فاذا هذا ما يجمع اكل اللي حيجي فوقه اكريليك تمام. باع عليه الميجر كونكتر بكل الاحوال هو اعرض ان الدينشر بيزر تنشي ميكانيزم اعرض لازم تمام؟ فاذا هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نزله قليله. يعني شلون تخيل انه الميجر كونكتر يعني اذا كان الميجر كونكتر بهالشكل هذا كيت مثلا هاي الثقل الدينشر بيز روتيشن ميكانيزم حيطلع نصه اوكي حتى بعدين ايش اكمل اكريليك جوا وفوقه صح هاي النزله هاي الانحناء هاي مو بكيفي اسويها لا بها مواصفات يعني انتقال الثيكنس من الميجر كونكتر للماينر للجريد ورك هاي ما تجي مائله لا لازم تكون 90 درجه لا بالعكس لازم تكون اقل من 90 درجه راح تكون شكلها اكو قلم عبد الرحمن هذا انتبهوا عليه هذا الميجر كونكتر وهاي الدينشر بيز روتيشن ميكانيزم تمام شوفوا هسه هذا غلط اجي سواه بانحناء هذا غلط لازم شي يكون 90 درجه لا 90 درجه بالعكس لازم يكون اقل حتى من 90 درجه ليش حتى هذا الجروف يدخل بيه الاكريليك يزيد الريتنشن مال الاكريليك بعد اكثر هذا الجزء نسميه فينش لاين اللي راح يكون على طول الخط على طول الجنكشن بين الميجر كونكتر والدنشر بيز ريتنشن ميكانيزم وضحت الفكره فهذا كله ينحس حس اي مثل هذا تشوف هسه شوفوا هسه هذا الميجر كونكتر تمام وهذا الدنشر بيز ريتنشن ميكانيزم هذا الحد تشوفون شلون انا مخلي بيه شرخ هيك جوا حتى يدخل الاكريليك بعد اكثر وضحت الفكره هذا الفينش لاين اذا الفينش لاين لازم يكون على طول الجانكشن بين ميجر كونكتر والدنشر بيز ريتنشن ميكانيزم لازم يكون 90 او اقل او اقل من 90 هو شرط يكون اقل من 90 هاي شغله الشغله الثانيه راح نستنتج انه راح يكون عندي فشي اسمه اكسترنال فينش لاين وانترنال فينش لاين زين مو صحيح لانه هو ده يصغر مو بس من جهه الاكسترنال الاكسترنال انترنال فايش راح يصير عندك يصير عندك فينش لاين اكسترنالي وفينش لاين بالتشو سايد يجب ان يكون الانترنال فينش لاين ابعد من الاكسترنال فينش لاين هاي النقطة لازم تحفظها ما يصير تخلي الاثنين على نفس المستوى لان يصير بهالحالة الجريد وورك ضعيفة كلش احتمال الطق فشو تسوي؟ تبعد الانترنال فينش لاين على الاكسترنال فينش لاين حتى يدخل اكبر كمية من الاكريليك بالانر سايد وتمشي اكبر كمية من المعدن بالاوتر سايد مفهومة؟ النقطة الثانية اني هذا مو حيصير مثل الجناح وطالع من الميجر كونكتر اذا بده يصغر الحجم الثيكنس مال الجريد وورك مقارنه للميجر كونكتر بده يقل انترنالي اكسترنالي فصار عندي ستيب انترنال وستيب اكسترنال هذا تشو سايد وهذا الاوتر سايد فصار عندي دبل فينش لاين تو فينش لاين انترنال اللي وجهه للتشو اكسترنال وجهه للاوتسايد يجب ان يكون الانترنال فينش لاين ابعد عن السم من الاكسترنال فينش لاين ولو كان الانترنال فينش لاين 90 شرط الاكسترنال يكون اقل من 90 لان الاكسترنال اهم من الانترنال عندي هاي وضحت الفكره؟ ليش بعيد عن بعض؟ نعم ليش ممكن تاخذ ها اذا اخليهن سوى راح تكون هاي حسب الهندسه مال المعادن هاي ويك بوينت الطق فابعدهم وحده عن اللوح اوكي؟ اذا راح نجي على الفينش لاين هو بات جوينت وذ سلايتلي اندر كات ان ذا ميدل along the junction between major and grid work and denture based retention mechanism اوكي تشوفون هذا الميجر كونكتر اللور وهاي الجريد وورك مالته كلاس هذا فينش لاين وضحت الفكره تشوفون هسه هاي البروكسيمال بليت
هذا الفود مالته اللي قلت لكم عليه، هذا القدم مال البروكسيمال بليت. اوكي، اذا راح نجي على انواع الفينيش لاين. هذا في الصوره توضيحيه للمانديبولر ميجر كونكتر. مو قلت لكم الميجر كونكتر ما يكمل ويا الشدورك، راح ينتهي ويا الابوسمنت. تمام، وين صار الجنكشن بين ميجر اند ماينر كونكتر؟ اتجاهها فيرتيكالي فينيشينج عمودي، فسمينا كل الفينيش لاين مال فري اند اكستنشن لور فيرتيكال فينيشينج. منطقيا لان اتجاهها نسبه للبيشنت من واقف بهالشكل هذا راح يكون عمودي. تمام، اذا صار عندي فيرتيكال فينيش لاين ان لور فري اند اكستنشن. ليش؟ لان الميجر كونكتر ما دا يكمل ويا الدنشر بيز ريتنشن ميكانيزم، دا يوقف عند الابوتمنت، فصار الجنكشن وين؟ فيرتيكالي. تمام، بينما لما تجي على الابر راح تلاقي انه الابر الميجر كونكتر يمد ويا الجريد ورك، فصار اتجاه الفينيش لاين هوريزونتال. منطقيه الشغله؟ فهمتوها؟ عيد بالأبر ميجر كونكتر لأنه عندي مساحة كافية بالبلد، فالميجر كونكتر يمد بوستيريا، يمد طول بطول ويا الجريد ورك، فراح يصير الجنكشن بيناتهم شلون شكله؟ هوريزونتال نسبة للبيشنت واقف بهالشكل هذا. تمام، بينما باللور مو يوقف عند الابوتمنت، فيصير شكله هيجي، يصير فيرتيكال فينيش لاين. إذا اكو فيرتيكال هوريزونتال، الفيرتيكال وين نشوفه؟ لور فري اند، بينما اللور باوندد ترى هم هوريزونتال. اذا بده يمشي الميجر كونكتر ويا الجريد ورك هوريزونتال، يوقف من يمه وهي تكمل فيرتيكال. هاي الحاله اللي يوقف يمه وهي تكمل فقط باللور فري اند اكستنشن، فقط باللور باوندد لا، راح يكون همنا يمشي وياها. فهاي كلش تجي بالام سي كيو اذا صار وزاري، وين الهوريزونتال وين الفيرتيكال. تمام، اذا هوريزونتال فينيش لاين اول ابر اند لور باوندد. وضحت الفكره؟ نفس الشيء، هاي ابر فري اند اكستنشن، شوفها ميجر كونكتر يكمل وياها. ليش؟ لان عندي مسافه بالبلد، بينما باللور راسا اوقف الميجر كونكتر اكمل بس جريد ورك. تمام، هسه تجيك اضافه جديده للفانكشن مال ماينر كونكتر بصوره عامه. يعني كل ذنب اللي حكينا عن هسه ماينر كونكترات كليتهم يشتركن بست نقاط فانكشن. انت عرفت الفانكشن البرايمري فانكشن هو شنو؟ كونكتنج. شنو السكندري فانكشن؟ الباي ذا واي فانكشن. اول شيء يونيفيكيشن اند ريجيديتي، تعطي توحد للدنتال ارش كليته، تعطي ريجيديتي. اوكي، ثاني شيء ستريس ديستريبيوشن، توزع لك ضغط، مو صحيح؟ زين، توفر لك بريسنج اكيد. قلنا اي جزء من البارشال دنتشر يطخ بالاسنان يوفر لك بريسنج جانبيا، توفر لك باث اوف انسيرشن تحافظ عليه. هذا الحكي دا احكي لكم اياهم كلهن الاربعه اللي اخذناهم. اوكي، النقطتين الاخيرات هاي لازم شويه بها فلسفه بالمحاضره، هي طويله بس افهمكم اياها بشكل كلش بسيط. اكو فشي اسمه processes to abutment function، واكو abutment to process function. يعني شنو processes to abutment function؟ يعني الاكلوجن لود دا ينقل من البروسيسز للابوتمنت. من نقل لك اياه؟ الماينر كونكتر، الميجر كونكتر، الاسنان. زين، شنو ابوتمنت تو بروسيس؟ الابوتمنت مو يوفر لك ريتينشن؟ من اللي ينقل هذا الريتينشن؟ للديزاين. اوكي، فالماينر كونكتر وفر لك بروسيس تو ابوتمنت فانكشن، ابوتمنت تو بروسيس فانكشن. حلو، مفهومه هاي النقطه؟ راح تلقوها مطوله بالمحاضره، بس هي هاي معناتها ببساطه جدا. ها اتبع عليه بروسيسز تو ابوتمنت، شنو اللود اللي يتلقاها البروسيسز؟ اكلوجر فورس،
على الأسنان اللي أنت مشكلها تنتقل للجريد وورك. الجريد وورك تنقلها للميجر كونكتر. فصار هذا شنو هذا الفلسفة مال هاي القوة؟ صارت بروسيسز تو أبوتمنت. أوكي؟ لأن تنتقل للميجر كونكتر، بعدين الميجر كونكتر ينقلها لمن؟ للماينر كونكتر. للماينر كونكتر يوصل للريست. للريست والكلاس. فإذا الماينر كونكتر بصورة فلسفية دا أحكي لك، نقل لك اللود من البروسيسز للأبوتمنت. تمام؟ زين. نجي على الفلسفة الثانية اللي هي أبوتمنت تو بروسيس. الأبوتمنت موفر للريتينشن. صحيح؟ بالكلاس بات. الكلاس بات من الماينر كونكتر مالتها يوصلها للميجر كونكتر. صح؟ بعدين الميجر كونكتر يوصلها للماينر كونكتر مال الأسنان. فبالتالي أنت تعطي الريتينشن اللي تجبته من الأبوتمنت وصلت للارتفيشال توث. فصارت أبوتمنت تو بروسيس فانكشن. بتحدد الفكرة؟ من عنده سؤال؟ تذكرون الستوبر اللي انتو سويتوه بالكلاس؟ تمام؟ فأخلي أطلع من عندها بروجكشن بسيط خاصة باللور حتى تبقى مرفوعة عن الكاست. وقت ما تكبس أكريليك يدخل الأكريليك جوا. وضحت الفكرة؟ زين. شنو مواصفاته؟ هاي المواصفات تحفظوها لين بعدين إن شاء الله بالفصل الثاني من نجي نرسم ديزاين تعرف شلون ترسمها على الكاست قلم الرصاص. إيش أريد منك؟ أريد منك الميديال هي مو هاي الشبكة راح ترسمها هيجي هسه هذا أبوتمنت وهذا أبوتمنت تمام؟ وهاي الريزيديو أرج انتين منها. أريد اللينجوال سيرفس أو اللينجوال سايد مال الدينشر بيز التنشن ميكانيزم تكون 2 مليمتر from the lingual aspect of abutment. ليش؟ حتى الأكريليك اللي يغطيها يعبر هذا السن مليمين. يعني شو أسوي؟ أجي على الكاست. الكاست مالتي. هاي مو الريزيديو أرج مالتك. أجر على الريزيديو أرج خط على بعد مليمين من الأبوتمنت. وضحت الفكرة؟ يعني لا تخلي الميديال سايد مال الدينشر بيز ريتينشن ميكانيزم فوق الريزيديو أرج. هاي مواصفاتها مليمين بعيدة عن اللينجوال سايد اللي يمثل لك اللينجوال سايد اوف ابوتمنت. تمام؟ تبتعد مليمين عن الابوتمنت وتجر خط الابوتمنت يطلع عدل. وضحت الفكرة؟ اذا نعم هسه راح نجي على المشاكل اللي يصير اذا خليتها بمستوى. اذا خليتها بمستوى انت مخلي هذا مكان يقعد الاكريليك فوقه لازم شويه يصير بيه علو. وين راح يصير العلو؟ عرج يتحسس البيشن. بينما اذا دفعته بالبلد خلينا نقول بالكيرفتشر راح يضيع. تمام؟ اذا لازم تبتعد من اليمين عن اللينجوال سايد وخط ابوتمنت. ديانا معدل هذا وين لينجوالي. بينما بوكالي البوكال سايد مالتها وين؟ تنزلها عن الرج تخليها بالفيستيبيول. لا بوكال سايد مالتها يكون جست بوكال تو ذا لاين بايسكتينج ذا رج. جست بوكال من الليب عن اللاين اللي قسمنا كرج. هاي حدودها. وضحت فكرة الرسم وبالتالي التصميم يجي على الأساس هذا. إذن should be nearly 2 millimeter medial to the lingual surface of denture teeth. Okay? Ensure bulk of resin around teeth. زين. هسه نجي على احنا أخذنا العرض مالتها مو؟ هسه نجي على الطول مالتها. كده. إش قد تكون؟ إش قد تمدها أنت بالرزيد يورج؟ اكو اختلاف بين الابر واللور. لو كانت الدنتشر بيز ميكانيزم باللور فري اند اكستنشن ما تمدها نهايه الرج ثلاث ارباع ثلثين توقف خلاص لا تصعد لياها للريترومولر باد. وين توقف؟ ثلثين المسافه من الابوتمنت لحد الريترومولر باد. هاي باللور فري اند اكستنشن. زين
باللور باوندد لا هي على طول المسافة هي طول المسافة هذا احكيكم بس على فري هاند اكستنشن الاختلاف اذا مانديبولار دينشر بيز ريتينشن ميكانيزم ان فري هاند اكستنشن اكستند تو الى ثلاثة اوف واي فروم اباتمنت توث تو ريترومولار بات نيفر بي اون ذا اسندينج بورشن اوف ذا ريدج ما تصير عليه مو عصاد ما تصعد عرج نهائي بينما بالابر لا مثل يحدد الفيبروستي وحد الفكرة إذا بالأبر جريد وورك أو بالأبر دينشر بيز ريتينشن ميكانيزم إكستيند أت إنتاير لينث أوف ذا ريزيديوال ريدج أند شود بي أوف ذا لاتس لاك أور ميش لاك إذا بالأبر أنا محدد لا أخلي بيز لا أخلي بوست لا أخلي لوبس مو بكيفي يا أما أخلي مش يا أما لادر يا أما مش يا أما لادر لاك ذني الميكانيكي الوحيد اللي عندي بالأبر أما اللور كيفك اجتهادك شو تسوي سوي المسافة اللي عندي قليلة البون بولكي بينما اللور دراما انك مساحة كلش كبيرة بور ريزوربشن قوي تمام؟ بس دكتور احنا مو محاضرات قوية عن التوقيت نعم؟ ما يصير شنو؟ الميدل وين ما يصير الميدل؟ يعني ما يصير طويل باللور ما يصير بالأول يعني باللور هسه راح تجون انه الميجر كونكتر يوقف يا بقطع الكلام ليش تنهرش؟ لا تناقشوا انتم بالأبر ميجر كونكتر الميجر كونكتر يمد للنهاية فتمد الدينشر بيز ميكانيزم وياه بينما باللور فري اند اكستنشن قبل الريزيديوال ريدج يوقف يم الابوتمنت ما يكمل الميجر كونكتر هسه راح نشوفه بالرسومات ان شاء الله اوكي ايش اريد منك؟ اريد منك دائما وخاصة باللور الدينشر بيز ريتينشن ميكانيزم تكون معلاية عن الريدج تخيلها في النقطة اسمها ستوبر بالجريد وورك هسا علمك شلون نسوي اوكي اذا ميكانيكال ريتينشن اوف دينشر بيز ريزن الله اكبر لك ريزن تفلو اندر جريد وورك يعني تشوفون هسا هاي الدينشر بيز ريتينشن ميكانيزم باللور شوف شلون معلاية بحيث يدخل لك ريلك هنا اقل شيء واحد ملم جوا حتى يبطنها تمام شلون نسوي هاي العملية تذكرون البلوك اوت بوقت البلوك اوت انت بالكاست مالتك اللي تشتغله مو تسد البلوك اوت كليته تخلي طبقه مال شيت واكس على الكاست مالتك الماستر حتى وقت ما تاخذها طبعه وتصبه يكون هو عالي اصلا وضحت الفكره يعني الماستر كاست تعليب شمع والتعليم راح اسوي الفريم راح اسويها على الرفراكتري كاست ابو الرمل تمام؟ زين؟ فعليه ايش راح يصير؟ راح نيجي الفريم ورك يقعد على الماستر كاست هو اصلا يقعد عالي. وضحت الفكرة؟ فاذا هاي العملية او الريليف تحصله بمرحلة البلوك اوت تخلي شمع. اوكي؟ اذا الريليف واكس از بليست اون ذا دينجرس اريا 1 مليمتر اوف الريليف. بعد ايش تخلي؟ ها اهم نقطة انه الريليف مالتك هذا الشمع اللي تخليه مو رأسا تنزقه بالسم تعبر واحد ملم تعبر واحد ونص الى اثنين ملم وراح تخلي الريليف ليش؟ حتى اكو جزء معدني مال البروكسيمال بليت البروكسيمال بليت تذكرون هي راح تنصب هنا فيصير بيها بروجكشن ينزل على الثنسك نسميه فوت يصير لها قدم البروكسيمال بليت مو توقف بهالشكل هذا تجي الجريد وورك ما تطلع من نهايتها تطلع بهالشكل هذا بحيث البروسنال بليت تنزل وانطخ بالرج الها فوت الها قدم هسه راح اشوفكم اياها بالمحاضره بالاستاذات الجايه اذا شود بي بيجن هذا الريليف يجي ريليف اوف اندر جريد وورك اور دينشر بيز ريتينشن ميكانيزم شود بيجن افتر 1.5 الى 2 ملم فروم ابوتمنت توث زين هنا هاي المنطقة بيها بروجكشن نازل على اللثة نسميه ستوبر من يجي هذا مقطع عرضي بالدينشر بيز تشوفون الدينشر بيز بهالشكل هذا هي هاي الدينشر بيز ريتينشن ميكانيزم اكو منها طالع بروجكشن يقعد على اللثة هذا الستوبر يرفع لك الجريد وورك كليته الفريم وورك كلها يرفع حد يدخل لك ريلك جواها
Okay. إذا contact emitter with cast at posterior distal extension grid wall provide space for acrylic. هذا وين باللور؟ بالأبر ماكو هيك شيء. ما تخلي ستوب. ما تخلي ديش ستوب. ليش؟ لأنه الميجر كونكتر بالأبر حيكون شوية بلكي. أعرض. بلكي. فيرفع لك الجريد وورك. يدخل لك الجواهر بسهولة. بينما باللور لأنه كله تشو ريزيلينس فيدخل. لازم أخلي ارتفاع شوية حتى يدخل جواهر. إذن no tissue stop in maxillary. Maxillary major connector act as tissue stop. هو نفسه. Okay. هذا شوية يراد تركيز بهاي الفينيش لاين. الفينيش لاين هو في المصطلح كلش مهم تفتهمه. هسه هذا مو عندي major connector أني. تمام؟ هذا major connector. وهاي الدينتشر بيز الدينتشر ميكانيزم تمام؟ مفتهمين هاي الصورة؟ باع عليه الميجر كونكتر هاي الامبريشر اللي سديناه تتذكرين؟ هي هاي سير كونفكس مقعرة من وانا سديتها بالواكس قلنا البلوك اوت بالكروم كوبر لو تريدين تسوين كروم كوبر تخلين واكس لو تريدين تسوين اكريليك تخلين بلاستر وهذا الفرق بالبلوك اوت بالمحاضرات الجايه راح تفهمون ليش وقت انتبه انتبه انتبهوا قاعدين بالبدايه شباب زين نجي على السيرفس مانر كونكتر سيرفس مانر كونكتر ببساطه وحتى ما في حكي هوايه هو مجرد يشبه الامبريجر بالضبط بس ما يجي بالامبريجر لا يصعد على السيرفس مان يا اما كناي يا اما انسايزر فقط اذا لوكيت اون ذا لينجوال سيرفس اوف انسايزرز اند كناي هذا شكله Connect lingual rest to the major connector. The rest, inshallah, lingual rest, we'll take the next one. Their junction with the major connector is rounded right angle. Nafis, a khubu thabu. Master oblique. Tamam? Lateral border extend into the proximal embrasure to hide this edge from the tank. Idhan, الحواف مالت الجانبية ما يصير تبقى هيك مقبلة. لازم تدخل بالمراجرات. ها كلش مهمة حتى يكون not noticeable by the tongue تمام؟ إذن هاي النقطة يجب أن تحفظوها على surface manner connector لذلك أنا خلص surface manner connector نجي على danger base retention mechanism اللي هي هاي الشبكة اللي احنا نسويها زين تعريفها danger base retention mechanism هي means by which a plastic danger base اللي هو الأكريليك is mechanically attached to the framework. مثل ما نعرف الأكريليك ما عنده ارتباط كيميائي بالمتل. فأسوي له ميكانيكال ريتينشن مين حتى يقعد بالمتل مالتي تمام؟ مثل شنو؟ مثل اللوب اللي انتم سويتوه بالكلاس مالتكم. حتى يصير انكورينج بالأكريليك بعدين تمام؟ إذا أشكال الدينشر بيد ريتينشن ميكانيزم تحفظوها هي ست أشكال. يا أما يجي على مش لاتس لوبس بيت بيتس أو بوست هاي البيت هاي البوست هاي الأشكال الميكانيكية إحنا نسويها بالدينشر بيز حتى يتشلب الأكريليك بيها أوكي هاي الأشكال ممكن نسوي بيها دينشر بيز ميكانيكي دينشر ميكانيزم نجي على مواصفاتها نعم موجودة مكتوبة لا يعني مكتوبة إذن المش هذه الشبكة نعم ليش شبكة نسوي شلون شلون مسويها شلون مسويها المهم شكلها مثل شبكة هو متشل أوكي هو ليش حتى اسوي زي هاني يعني اكريليك فوق اكريليك ما يرتبط كيميائيا بالمعدن ميكانيكال ميكانيكال شيء حتى يتشلب الاكريليك اذا هذا شكله يا اما مش يا اما لاتس لوبس اوكي يا اما لوبس بالشكل هذا يا اما بيتس يا اما بوستس اوكي العفو هاي البيت هاي البوست
هاي اشكالها. هسه نجي على مواصفاتها كلش مهمه. هي اخر شيء بالمنهج المكتب لازم تعرفون انه دائما تكون adjacent to the apartment. وين تكون؟ بالانترلاس اريا. تمام. usually connect major connector to direct retainer. دائما يا نقطع الكلام دائما من ضمن شغلها هي صح تربط الدينشر بيس تمام وفرت لك ميكانيزم روتيشن دينشر بس دائما يكون بصفها كلاسيك ودائما تربط لك بروكسيمال بليت. يعني دائما تكون هي مونو كونكتر لعده شغلات. مونو كونكتر للاكريليك ومونو كونكتر للبروكسيمال بليت ومونو كونكتر للريست ومونو كونكتر للكلاسيك. تمام. اذا هي مالتي مونو كونكتر بذلك راح نهتم بها وناخذ مواصفاتها وحده وحده. هاي اشكالها شلون ما تسوي الشكل اللي انت ببالك. المهم تسوي في الميكانيزم بحيث تثبت بيه الاكريليك. تمام. وطبعا بالمناسبه راح نسوي بيها شغلات هسه راح نقول لكم عليها حتى يدخل الاكريليك حتى جواها. يعني هاي لازم الدنشر بيز ريتينشن ميكانيزم لازم الاكريليك يدخل جواها وفوقها. يعني مو تخليها مثل من جوا لا تتبطن. هسه راح نعطيك الوسائل اللي تخليها تتبطن. تعرفون شنو الوسائل اللي تخليها تتبطن؟ تذكرون الستوبر اللي انتم سويتوه بالكلاس؟ تمام؟ فاخلي هذا مو قاعد ولاطش بالسن لطش فهم يمنع خروج البارشيال دنشر من مكانه بالضبط. تمام؟ اذا هاي ثلاث فوائد اجت باي ذا واي. هو فائد هو الفانكشن الرئيسيه مالته شنو؟ بس كونكت جاست. لان ثلاث فوائد جنك ينحفظن فوائد البروكسيمال مانر كونكتر لان ذني فوائد اضافيه للكونكشن. الفوائد الثلاثه الاخرى مالته شنو؟ help in reciprocate the force of direct retainer. يعني انت اذا تشوفون هو هذا المانر كونكتر الكلاس وين حيكون؟ بوكل مو تمام؟ اذا هو يلزم السن حتى الكلاس لا يدفعه ويسوي بي اورثودونتيك موفمنت. هي هاي فكره الريسبروكيشن. اشرح لكم اياها ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. اوكي؟ اذا هيلب الريسبروكيشن. فانكشن جديده. زين. يونايت دنتال ارش باي سبستيتيوتينج فور لوست بروكسيمال توث كونتاكت. تشوفون هذا السنين هو مو طلع بين السنين؟ ايش سوى؟ سد لك الفراغ بين السنين. وحد لك الارش. يعني ذني السنين لو كان بيهن بسبب الحشوه اكو فد فراغ بسيط. دائما احنا بنسوي حشوه كلاس 2 يطب الاكل وطلع بالعود. هذا ايش يسوي لك؟ اذا عندك سن بهاي المشكله خلي بيه امبرجر ماينر كونكتر. ايش راح يسوي؟ راح يسد الفراغ. اذا يونايت ذا دنتال ارش باي سبستيتيوتينج فور لوست بروكسيمال توث كونتاكت. فانكشن جديده. ديستريبيوت فورس اي طبعا اكيد يوفر لك بريسنج لانه مثل ما قلنا اي جزء من البارشال دنشر ان كونتاكت وذ اني بارت بروكسيمالي تو اني توث يوفر لك بريسنج يمنع من الحركه هوريزونتال. سوينا نقطه حضور. اوكي زين. نجي على مواصفات الامبريشر ماينر كونكتر. اكيد راح يكون تراينجولر ان شيب. الكروس سكشن مالته تراينجولر مو صحيح؟ ريليف بليس سو كونكت نوت دايركتلي اون ذا سوفت تيشو. تشوفون هاي المنطقه اللي هنا اللي هو فات بيها هاي مو تصير عباره مو بيها امبريشر؟ تذكرون يسوون البلاكات لكل الامبريشرات؟ فاذا الامبريشر مالته كونكتر هو يدخل بالامبريشر تمام والكروس سكشن مالته بهالشكل هذا بس بالمنطقه اللي جوا الاندر كات اللي جوا الهايت اوف كونتور ما يدخل بالامبريشر لازم نسوي له ريليف ومثل ما قلنا الريليف بالواكس مال كروب كوبلت مو بالاكريليك مو بالبلاستر تمام. اذا اني كونفكس اريا بيلو هايت اوف كونتور لينجولي شود بي ريليف اور شود بي بلوكت اوت وذ ا واكس تمام حتى يقعد هذا الامبريشر ماينر كونكتر ويزاوت اني انترفيرنس. اذا النقطه اللي بعدها المواصفه اللي اريدها من عندك انه ما يجي هذا مو ميجر كونكتر ارايز فروم ميجر كونكتر وذ رايت انجل.
ما يصير تجي انت تخلي لي يطلع الماينر كونكتر من هنا ويصير اوبليك لحد ما يوصل للريست. لا لازم يكون عمودي 90 درجه عن الميجر كونكتر. شلون هسه هذا شوفوا 90 درجه عن الماينر كونكتر الميجر كونكتر اسف. واكو شغله تلخ مو بس هاي لازم اريد هاي الزاويه تكون راوند هي 90 ما يخالف بس مو هيك حاده مضلعه لا راوند حتى لا التانج يجي يحس بيها ويسوي لك مشاكل انترفيرنس. اذا ذا ارايز ات رايت انجل فروم ذا ميجر كونكتر وذ اراوندد جنكشن هذا هم يجي ام سي كيو شكله وخروجه من الماينر ميجر كونكتر شلون يكون. زين اكيد لازم حسب السلايدنج قبله وقلنا لازم ما يدخل بالكونفكس اريا فالكونتاكت مال الامبرجر ماينر كونكتر لازم يكون شرط above the height of contour بس بهاي المنطقة. إذا يجيك بالـ MCQ contact and pressure minor connector can be contact at below height of contour. بولس ماكو هيج حاجة. إذا طخ السر below the height of contour بعد انتهى لا يخرج من مكانه ولا يدخل. يصير interference. إذا لازم contact at above the height of contour بسبب البلوكات اللي احنا سويناه. وهو هذا الصحيح. نعم. الكونفكس يعني بالضبط هاي الامبريجر اللي سديناه تذكرين